موضوع تعاونيات لبنان تحول لقضية مزمنة ما قدر حدا بعد يوجد لها حل. هيدي القضية يمكن مات بحسرتها كتير ناس من المساهمين، تخطى زمن على حقوقهم. خلينا نشوف هيدا التقرير ومنرجع منستقبل ضيوفنا. يقال لا يموت حق وراءه مطالب، لكن بعد 18 سنة هالفترة الزمنية الكبيرة، الخوف من أنه يموت المطالب نفسه مثل حالة بعض مساهمي ومودعي التعاونيات بلبنان. مالي ومال أولادي راح، أكلوا اللي قاعدين بالسرايات وبالها، حطيت هالمال كرمال والدين معاقين منشان ما يعوزوا حدا. تفسيرها هالدولة بتخلي الواحد غصب من عنه يعوز. نزلنا لنقابل وزير المالية ورئيس الوزراء، التحقيقات اللي عملوها معنا بس على الطريق، المجرمين اللي سرقوا التعاونية ما حققوا معهم. وهلأ عم نطالب نقدم مذكرة بتعديل القانون وتعجيل إعطائنا السلفة لأموالنا، لأنه من بعد 18-19 سنة تعبنا. تعتبري إذا لو جيتي قبل كم سنة لتلاقي هذا عشر أضعاف، شي مريض، شي توفى، شي حالته حالة، حتى اللي بده يعطونا إياهم هن جزء من المبلغ اللي هن حقنا. اتجه وفد من مساهمي ومدعي التعاونيات بلبنان لوزارة الزراعة يلي تعتبر المعنى الأساسي بهالموضوع، محاولين الوصول إلى الوزير غازي زعيتر. فريق المخبر رفق الوفد إلى الوزارة حيث استقبلهم زعيتر على الرغم من أنه ما عنده علم بمجيئهم، استمع إلى معاناة ومطالب المساهمين واطلع على معظم المستندات أيضا بدقة وعدم استلشاء. هؤلاء أصحاب حقوق، نحن سنتابع الموضوع. يعني اليوم قلن منتظرين 18 سنة لتاريخه وبعدين مش معروف. نحن من جهتنا كوزارة زراعة معنية وسلطة وصاية على المديرية العامة للتعاونيات، ليس فقط الوقوف إلى جانبهم، يعني حتى ما يعني هلأ إني عم بيع كلام، لا، بدنا نستمر بالعمل للوصول إلى حقوقهم. اللجنة المكلفة من قبل الوزارة لا حياة لمن تنادي. التحركات يلي عم بيقوم فيها المساهمين وحدة عم تنعش الملف وترجع تحركه، لأن المعنيين منهم غير مهتمين، منهم ما عندهم حتى علم بالمستجدات أو مش حاسين بضرورة وضع حد للأزمة. فهل بعد 18 سنة رح يبصر الحل النور؟ بهالفكرة منستضيف السيد محي الدين دوغان رئيس مجلس إدارة تعاونيات لبنان حاليا، أهلا وسهلا فيك. ومعنا أيضا رئيس لجنة المساهمين والمودعين بالتعاونية الأستاذ محمد قاسم، أهلا وسهلا فيك. بدي بلش معك أستاذ محي الدين، حضرتك هلأ رئيس مجلس إدارة، هيدي التعاونيات بعدها ماشية، بعد فيها مجلس إدارة، بعدهم عم يقبضوا رواتب، الدولة معينتهم. طيب انه اذا بعدها قائمه هيدي التعاونيات، من البديهي السؤال انه اذا هيدي التعاونيات بعدها قائمه، وين اموال المساهمين اللي هن انشأوا هيدي التعاونيات اللي هي بعدها عم تشتغل؟ نحن معك 100%. نحن دائما ومهنتنا وتعودنا عن الدفاع عن اصحاب الحقوق والجهه المظلومه. نحن تعيننا بشهر 12 2011، نعم، صدر المرسوم، أرسل إلينا بتقريباً بتاريخ 20-12 دعية مجلس الإدارة ب 21-12 للتعارف. أول جلسة كانت تعارفنا وقلت له نفتحوا محضر جلسة قانونية. نعم. أول جلسة قلت لهم هذا القانون اللي هو قانون رقم 109 وضع كي لا ينفذ، يعني اللي وضعه ما بده يعطي حقوق المساهمين والمدعين. خلينا اليوم المساهمين قديش عددهم؟ المساهمين يلي مسجلين بهوا دفاترنا حوالي 23 ألف مساهم يلي اجوا ثبتوا حقوقهم خلال فترة الست شهور يلي أعطانا إياها القانون لإثبات حقوق المساهمين، 6022 مساهم. نعم. لأنه في عنا حوالي 17 ألف مساهم مساهماتهم بين 10 ليرات و 500 ليرة. أكيد هذا المساهم ما يجي يطالب بعشر ليرات أو 500 ليرة. ليش القانون، رح أرجع لك، بس ليش القانون وضع كي لا ينفذ؟ أنا عم بقول لك ليش، لأنه القانون لاحظ بالمادة السادسة فقرة جيم، نص المادة بتقول
لا تصرف السلفي للمساهمين إلا بعد موافقة جميع الدائنين. أوكي. وإذا اعترض أحد الدائنين تبطل التسوية. مين هن الدائنين بهالحالة؟ الدائنين اللي هن المصارف. أوكي. واللي هن البنوكي. أوكي. اللي إلهم حوالي تقريباً حسب دفاترنا حوالي 68 مليون دولار. مش عم يقبلوا إنه يمضوا 68 مليون دولار؟ 68 25 للبنوكي والباقي للموردين. هلا الدائنين كل المصارف ما حدا اجى ثبت يعني وافع على التسويه. نعم. واحد المصارف يلي له 12 مليون دولار يلي هو بنك شمالي افريقيا اجى اعترض شخصيا على التسويه الامر الذي يسقط. وهل اموال هيدي المصارف ما عم تتقاضاها ابدا؟ المصارف يعني مشكله التعاونيات هالديون اللي كانت مترتبة عم تتراكم مع فوائد. نحن صار في عقد سواء قانوني أو غير قانوني هذا يبحث موضوع تاني. نحن بالنسبة لنا عم تنعطى تعاونيات 5.5%. نعم. 5.5% في عندك مصاريف كهرباء ومصاريف شو بسموه أجارات محليات وكذا كذا، والباقي يرسل إلى 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 دائرة التنفيذ مباشرة. نحن كلجنة ما بنستلم شيء. خلينا نحن في بس معلش نقطة بس، نحن كان مترتب على التعاونية حوالي 11 مليار ليرة لبنانية للضمان ما كانت مدفوعة. نحن هيدي كلياتها اندفعت ولا ليرة إلو الضمان. هلا من بعد ما خلصت الضمان هلا كل الأموال عم بتروح لهنيك وعم توزع في طبعا في ليست كبير، في عندك شو 200 دائن والمصارف. في دائن ومصارف. طيب. يعني نحن بنبعت يعني الشركه اللي هي هلا عم بتدير. طيب. تبعت المصرفيه. خلينا نرجع نذكر الناس وكمان بخلال حديثنا مع استاذ محمد. استاذ محمد، اليوم في التعاونيات لبنان تعرضت لاحتيال وسرقه اموال، يعني نعم. مش خسرت عبس، وكان في قضيه مفتوحه بالقضاء، في مدير تعاونيات سابق تم سجنه وتوقف اللي هو السيد منير فرغل، واذا بحب يكون له مداخله معنا عم نحاول نتصل فيه، ظهر من السجن كفت هيدي القضيه. طيب اليوم طالما في يعني اصابع اتهام وجهت، كيف انحسمت هيدي القضيه قضائيا؟ لا انا ما بدي احكي بالقضاء، انا جاي احكي عن موضوع المساهمين والمودعين ومشاكلهم والقضاء. هي السبب لانه ليش ما بدنا نحكي؟ هي السبب، ما انتم حقوق، هي السبب. انت عم تدافع عن حقوق المساهمين ضد الشخص هو كان سبب الوصول لإله. طيب خلينا نحكي لانه تفضل. موضوع التعاونيات الريبورتاج اللي حكيتيه ما حكي عن القضاء، القضاء لازم ياخذ مجرى. ما حكي بس انا عم لازم ياخذ مجرى، لازم ياخذ مجرى القضاء، ولازم يتحاسب كل مسؤول، لانه المسؤوليه على أكثر من فريق. المسؤولية قبل ما تكون في أزمة للتعاونيات افتعلت لحتى أقفلت التعاونيات، أو بالأحرى انكسرت التعاونيات. انكسرت التعاونيات، القضاء عم ياخذ مجراه، نحن مع القضاء، ونحن منروح من أي مرتكب من منير فرغل وغيره، أي مرتكب نحن مع سجنه أي لحظة. أنا ما جاي حاسبه بالقانون، لأنه في قانون، في قضاء. طيب التعاونية لما واجهت هاي المؤامرة سنة 2000 مدير عام التعاونيات اللي ما حدا بيجيب سيرته، اللي وزارة الزراعة هي سلطة الوصاية عليه، المدير العام بالتعاونيات لوزارة الزراعة جوزيف طرباي، نعم، شكل لجنة مؤقتة وراح حطها محل مجلس الإدارة اللي يعني أحيل على القضاء، فاتوا بالقوة واحتلوا التعاونية، مجلس إدارة جديد. طب وين كان القضاء؟ هلا أنت عم بتدافع عنه، أنت عم تقول بعده. أنا ما بدي أحكي ما في قضاء. ما في قضاء، نحن بالقضاء والقدر. في قضاء. نحن أمام قضاء والقدر. بعد 18 سنة 19 سنة نحن أمام قضاء وقدر. بمعنى إجت هاللجنة المؤقتة حطت إيدها على التعاونيات. كان بالمخزون السلعي بالتعاونيات، يعني بالديبويات، ما حدا اعترض وقت اللي بلا كل الناس اعترضت والمساهمين اعترضوا، ولكن السلطة السياسية بهذاك الوقت كانت هي مسهلة هذا الموضوع. كان يعني كان في نعم موجودات تقدر تعطي المساهمين حقوق. مش بس هيك، أكثر كان في المخزون السلعي، يعني البضائع الموجودة بالمستودعات 64 مليار حسب
المدقق الحسابات الرسمي اللي هو جوزيف دكاش اللي بتكلف وزارة الزراعة لهذا الموضوع قال في 64 مليار. بالنسبة لهالنقطة بالذات مدام غادة بالنسبة لهالنقطة انت اليوم مسؤول من 6-7 سنين لهلا مسؤول تفرجيني شو سويت. عساوي فرجيك ما فرجيتني شيء بعدنا لهلا القانون بمجلس هلا بعده عم بيقول انه هو وافق اموال ضمان. انت جيت وفرجيتك اني شو سويت بس انت ما بتحب تعرف شو سويت. بلا انا تعديل القانون كله موجودين عندنا. يا سيدي محمد ما جايين نختلف احنا ما جايين نختلف ضمن الواقع جايين نشرح ونجي نسمع ونرجع نرد عليه ما في مشكله. بالنسبه للمخزون السلعي خلينا المخزون السلعي اللي بتزرع فيه الاستاذ محمد بإيمان اللي بقول 64 مليار وكذا كذا سيد منير فرغ المدير العام اللي له مصلحه يكون هالمخزون بقول 6 مليارات بكتيبه اللي عمله اثناء سجنه بالحبس. يعني 6 مليارات صاروا 64 مليار. اخي في قيود على انه نعم في قيود. ما في قيود. القيود جوزيف دكاش موجودين اذا بده بجيب له اياهم على مكتبه. وفرجي تقرير جوزيف دكاش اللي كان يعمله على يعني مدار يعني كل سنه. يعني انت عم تحمل مسؤوليه على انه اجى وضع يده على التعاونيات. ضلوا 6 اشهر ضلوا 6 اشهر يبيعوا بالتعاونيات ومن المخزون السلعي. وين الاموال بعد 6 اشهر؟ وين الاموال؟ ما بنعرف نحن. ما في رقابه كان على ما حدا في رقابه وزاره الزراعه لانه هي المعينه للجنه. ليش بوقتها وزاره الزراعه ما دخلت؟ لانه في سلطه وصايه بعد فتره. وفي سلطه وصايه وزاره المدير العام مدير عام التعاونيات. اوكي فراح المخزون السلعي بعد 6 اشهر اعترفوا ب 6 مليار. هي وحده مش هون المهم. شكلوا لجان مؤقته. تجي هاللجان المؤقته كمان تفرض سياسات معينه وتفرض حاله على يعني حتى الدعاوي. نعم حتى الدعاوي. عم نحكي بعشرات الاف المساهمين طبعاً. يعني ما قدرتوا توحدتوا فتحتوا لا نحن موحدين المساهمين كلهم موحدين. يا سيد محمد معلش بس انا بقول شغله رح نرجع بس عند فاصل اعلاني اكثر ما عم تدافعوا عنهم يا سيد محمد بس خلينا نحكي على القانون. نحن انا جاي بعد الفاصل. طيب بعد الفاصل الاعلاني يا سيد محمد خلينا نحكي على النقاش تحت الهواء كان عن موضوع القانون اللي بتعتبره انه هو القانون 109 بعد ما تطبق هلا. نعم. ولكن كمان السيد محي الدين عم يقول انه هذا القانون هو بحد ذاته ما بيعطي المساهمين حقوقهم الا بعد التعديل. شو هالجدل؟ القانون اللي اشتغلنا فيه نحن باللجان لجنه الزراعه النيابيه واللجان المشتركه وبعدين بالهيئه العامه لطلع ال 109. نعم. بطريق وبين اللجان المشتركه والهيئه العامه لغم يعني وضع فيه الغام. نعم. الالغام اللي بتقول اذا احد الدائنين بيعترض بيوقف القانون. هيدا هيدي مره نحن اكتشفنا هذا الموضوع وقلنا انه لازم هذا يتعدل. نعم. ضل من سنه 2010 هو طلع القانون بال 2010. نعم. يعني صار له 8 سنه هان. نعم. وبعده القانون هلا انتم عم بتطالبوا بتعديله. هلا انعمل صيغه تعديل موجوده صيغه التعديل باللجان النيابيه. نعم. وكان على جدول اعمال مجلس على جدول اعمال اللجان المشتركه رقم 7. نعم. اقرت 3 لجان بعدين اوقف النقاش بهذا الموضوع احيل الى لجنه المال والموازنه. يعني صار له بالتعديل 5 سنوات. خمس سنوات حتى الان ولا حدا بيعرف عن مصيره. يعني نحن لحل هيدي المشكله لحل هالمشكله بدنا تعديل قانون. هلا يعني حل هيدي المشكله يتطلب تعديل القانون. يتطلب اقرار تعديل القانون. اقرار تعديل القانون. تعديل القانون نحن واللجنه المؤقته متوافقين. نحن مع الاستاذ محي الدين بموضوع تعديل القانون متوافقين احنا. نعم. واجتمعنا سوا واتفقنا على البنود. هلا يمكن احنا عم نختلف على ما قبل التعديل بس بموضوع التعديل نحن وياه بدنا ننزل على لجنه المال والموازنه. نعم. ونحن رحنا على الاستاذ ابراهيم كنعان ورحنا عند وزير المال ورحنا هلا اول جلسه لمجلس لجنه المال والموازنه. طيب. بدنا نكون موجودين. شو قالكم الوزير زعيتر؟ والوزير زعيتر رجع نحن حملناه مسؤوليه انه هو سلطه الوصايه. تفضل تحمل مسؤوليه. أوكي. كمان قال انا لحا ناقش هذا الموضوع وكون على بجلسه لجنه المال والموازنه موجود. إن شاء الله وكذلك قال وزير المال. نعم. نحن ومن مشان هيك نحن ما خلصنا بعد كمان امان العامه لمجلس الوزراء
كمان انطرح نعم. الموضوع معها نحن بانتظار طيب. اجوبتهم نعم استاذي غاده فضل. من اليوم الاول لتعييننا اشتغلنا على تعديل القانون لانه راينا انه القانون هيدي طالما انه حقوق المساهمين مربوطه بالدائنين نعم نعم هيينا مشروع قانون ارسلناه لوزاره الزراعه نعم الدكتور حسين الحاج حسن وكمان رجع ارسله الى وزاره الماليه لانه بتعرفي في سلطه وصايه وزاره الزراعه في آلية نعم في آلية نعم هيدا ضلينا ملاحقينه يوم ولا يوم واني بمراجعاتي مع كل الرؤساء وكل النواب ولحتى كل الوزراء لقدرنا توصلنا من بعد ما مر اخذ المسالك القانونيه وزاره الزراعه وزاره الماليه هيئه التشريع هي كذا هلا صدر مشروع أوكي. قانون بتعديله ب 5/3/2013 اوكي زرنا كتله نواب بيروت لانه كمان الامر بيعني لهم لانه انت عم بتقول اقتراح. انه غالبيه المساهمين هن من اهالي صح. بيروت عملوا نعم. اقتراح بتعديل القانون صار ففي مشروع من مجلس الوزراء بتعديل القانون واقتراح بتعديل القانون نعم. بكل اسف مرقت فتره ما في تشريع ما في تشريع نعم 2015 صار في تشريع رجع وحطوها مثل ما قال الاستاذ محمد وجريده الديار موجوده معنا على جلسه اللجان المشتركه صار جلسه سبع بنود وقرر ثلاثه تاجل كان البند السابع رقمه تاجل للجلسه الثانيه الجلسه الثانيه ما صار في نصاب علق طيب. الرئيس بري ومتى علق الرئيس بري ومتى الجلسة تلاحين إخراج سلسلة طب هلا شو بدك تقول للمساهمين؟ ما أنت حضرتك هلأ رئيس مجلس المساهمين إيه شو بدك للمساهمين إنه بشهر 2 شباط بقى صار في جلسة للجنة المال الموازنة ودعيت كرئيس مجلس الإدارة لا إبداء رأيي كان في 13 نائب بسطنا إنه إجت اللجنة كلها 13 نائب ضليتني ساعة ونص ناقشهم من النواحي القانونيه كلياتها وكان في بعض النواب في معارضه لاعطاء المساهمين حقوقهم بزعمهم انه المساهم مدين وليس دائن فندنا لهم البنود كلياتها وفندنا المسؤوليه التقصيريه للدوله عدم مراقبه اللجان بهذيك التواريخ وبعدين الدوله ما تعطيهم من مالهم للمساهمين من مالها تعطيهم من مالهم نعم. من قيمه العقارات في حال طيب. بيع هلا النداء الاخير مثل ما بنقول من عندنا من هون وصلنا لحتى اوصلك للنهايه لجنه الموالي الموازنه بالاجماع سمتني لصياغه قانونيه مع الاستاذ ما عم بيرجعوكم على صياغه جديده هلا لا عملنا إيه طبعا ايه لانه في اقتراح قانون وفي مشروع قانون شو رايك استاذ لا خليني كفيها بس أنا النقطة مع هذا الموضوع خلينا المهم انه كفي النقطه اوكي تفضل معلش معنا لجنه المال الموازنه كلفتني مع الاستاذ ألم بيفيني بالصياغه النهائيه نجمع أوكي. الموضوع مع مدير عام عملنا الصياغه النهائيه صياغه النهائيه خلال يومين سويتها انا ونزلتها على وزاره الماليه توافقنا عليها الخميس جلسه الثانيه الخميس بكل اسف ما اكتمل النصاب هلا نحن بالنسبه للتعديل يلي بيعطي حقوق المساهمين طيب هذا موجود بلجنه المال الموازنه يعني الكره بملعب لجنه المال ونحن والمساهمين نعم. استاذ محمد بنتمنى طيب وهل عفى الله عما مضى وهل المال يعني اللي انسرق وال بعتي اذا بتحبي هالموضوع ارجع احكي فيه معلش استاذ محمد خليك احكي موضوع السرقه تفضل سرقه شو بدنا نعمل نحن في دعوه ونحكم فيها الاستاذ منير فرغ ثلاث سنين بجرم الاحتيال هلا في دعوه اسمها افلاس احتيالي شاريين مؤسسه شركه عملوا شركه مع بعض الاشخاص دافعين مليونين و250 الف دولار كان في جلسه ب 16 هلا 16 واحد يعني مكفيين بالقضاء نحن مكفيين بالدعاوى هذا اللي بدنا نحن مكفيين بالدعاوى انا بدي اشكرك بعد عندنا دقيقه وبعد في دعوه يعني نرفع نرجع اذا في نحن ما عم ناخذ هبه من الدوله نعم. ولا صح. مني من الدوله نعم. نحن عندنا عقارات وتجهيزات ومستلزمات واسم تجاري طالبين انه تنحل اسم تجاري عم نطلب من الدوله سلفه ونحن بنسدد السلفه باموالنا نحن اموال الاموال المساهمين الاموال المساهمين تقدر ب 35 مليون دولار حوالي هيك السلفه 50 مليون عقاراتنا نحن طيب. اعلى بكثير من هذا أوكي. الرقم وبالتالي نحن بناء على طلبكم حبينا ندور على الموضوع ما بقى في وقت عندي رجاء واحد لحظة. انه لجنه المال والموازنه ونوابها نعم. نحن لن نتراجع عن انه نلاحقهم عبيوتون ان شاء الله عبيوتون ان شاء الله بيلحقوا هلا قبل ما يصير في انتخابات جديده انا بدي اشكركم اعزائي المشاهدين لمتابعتكم و
كل أسبوع مثل هالوقت مواضيع جديدة. ترقبونا بعلم وخبر، تصبحوا على خير.